اسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون شك، والنهاردة بدون شك إن الكتاب المقدس هو كلمة الله. وهنا أسأل سؤال منطقي، الله الموجود المحب اللي بيحب البشر وخلقهم اللي خرجوا من الجنة أو خرجوا من نعيمه وبقوا في الأرض في حالة من التعب، هل من المتوقع ومن المنطقي ان هو ما يتواصلش معاهم خالص من المؤكد انه هيتكلم معاهم يعني اي حد بيحب انسان اخر لازم يكون في لغه من التواصل صحيح تجلت وظهرت في اسمى معانيها ساعه تجسد ابن الانسان الله الكلمه في العهد الجديد لكن ما قبل التجسد يستحيل يكون الله العظيم اللي خلق الانسان ما بيتواصلش معاه خالص طب اسال سؤال هيتواصل معاه ازاي يتواصل معه بالكلام دي طريقة التواصل المتعارف عليها يبقى أكيد ربنا تواصل مع البشر قبل تجسده يعني في العهد القديم يعني في الزمن القديم طب تعالوا كده بالاستبعاد يا ترى مين في الديانات أو في الفلسفات بيدعي أن ربنا تواصل مع البشر هل الفراعنة مثلا عندهم كتاب بيقول أن ده كلام ربنا اللي كلم بيه البشر ما عندهمش كتاب الموتى بتاع الفراعنة ده كتاب كاتبينه الكهنة طب مثلا البوزية هل بتقول ان ربنا اتكلم مع البشر والكتاب بتاع بوزة بيقول ده كلام ربنا ابدا بوزة ملوش اي علاقة بربنا خالص ويا مصرح صرح قال انا بتكلم عن الاخلاقيات والروحانيات لكن ليس لي دعوة بوجود الله او عدمه فهو كتاباته عمره ما ادعى فيها ان ده ربنا طيب الهندوس الهندوس كتاباتهم كلها دي ثقافة اجتماعية شعبية بتحدد أنواع العلاقات ما بين البشر نوع من الثقافة الهندية لكن ما فيش كتاب منهم بيقول ربنا لما اتكلم قال كذا طب الإغريق الإغريق كتاباتهم أساطير هم عارفين إن دي تصورات عن الآلهة وهم كاتبين عنها لكن ما فيش تعليم من الآلهة دي كتبت في كتاب وتملت للبشر أو أوحي بها للبشر الكتاب الوحيد اللي بيقول إن ده لغة تواصل الله مع البشر وربنا قال فيه وصايا هو الكتاب المقدس العهد القديم يعني بصراحة بالاستبعاد إذا اتفقنا أن ربنا موجود وربنا بيحب الناس وهيتواصل معاهم أنا ما عنديش حل أصلا غير أنه هو العهد القديم لأن ما فيش غيره ما فيش أي كتاب في أي ديانة بيقول أن ده لغة تواصل الله مع البشر غير العهد القديم طب تعالوا ندخل في الأعماق شوية العهد القديم ووصاياه هل هي كانت تشريعات أو كانت وصايا من الله للبشر بالطبع اه ببساطه يمكن يكون بعض حضراتكم كل ما يتصور العهد القديم هيتصور الحروب هيتصور الاجزاء الطقسيه اللي في سفر اللاويين وهنتكلم عليهم بالتفصيل ازاي ان دول ربنا كان قصدهم والحروب وكل حاجه هنتكلم عليها لكن انا اللي يهمني بقيه العهد القديم انت لما تركز عليه ده كلام في منتهى الرقي والسمو يعني مثلا هل تفتكروا ان العهد الجديد بس هو اللي اتكلم عن محبه الاعداء العهد القديم يتكلم عن محبة الأعداء العهد الجديد بس هو اللي يتكلم إن إحنا نحب العدو والقريب والغريب والضيف العهد القديم يتكلم عن كده وموسى عن طريق تشريعاته اللي أخدها من ربنا يتكلم إزاي ما يبقاش فيه ظلم ما يبقاش فيه ربا ما يبقاش فيه رياء ما يبقاش فيه قتل ما يبقاش فيه كذب ما يبقاش فيه اشتهاء ده حتى شريعة اشتهاء الجنس الاخر او النظره الشريره دي من العهد القديم يعني مش العهد الجديد بس ربنا قال من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه من العهد القديم في وصيه من الوصايا العشر ما لا تشتهي امراه قريبك ولا شيء مما لقريبك ولما جم يسالوا السيد المسيح يعني ايه قريبك يعني قريب بالجسد المسيح ساعتها قال لهم مثل السامري الصالح عشان يقول لهم ان في العهد القديم موسى لما كتب كلمه قريبك دي يقصد كل الناس فعدم الشهوة وعدم الكراهية محبة الكل تسامح مع الكل عدم الرياء العطف على المسكين على العدو كل ده من العهد القديم ده أنا أقول لحضراتكم إن حتى الأحداث بتاعة العهد القديم اللي بعضنا يبص لها يقول حاجات فوق الطبيعة قوي يعني حاجات معجزية شديدة حتى دي حب أكلم حضراتكم فيها بدليل منطقي إيه الدليل المنطقي؟ لو في اشخاص موجودين في اجزاء مختلفه من العالم وحكوا نفس الحكايه مش ده يا دول دي حكايه حصلت بالفعل وكل واحد حكيها بطريقته يعني مثلا لو كان موسى هو الوحيد اللي حكي قصه ان كان في ادم وحواء والحيه ضحكت عليهم ممكن يكون موسى اللي كاتبها لكن لما موسى يكون كاتب كده وهو عايش في مصر وما راحش في حته غير في مصر وسينا لكن لإن الحضاره البابليه قايله نفس القصه والحضاره السومريه قايله نفس القصه والحضاره الصينيه قايله نفس القصه لا ده هيبقى في بقى قصة حقيقية والكل بيحكيها. لما نلاقي الطوفان موجود في حضارات العالم كلهم بيحكوا عن قصة الطوفان وغرق العالم كله بالميه ونجاة ثمان أشخاص جوه فلك كبير أنجاهم الله من الطوفان بواسطته. يبقى دي قصة حقيقية انتشرت ما بين الحضارات والشعوب وكل واحد حكاها. برج بابل، برج بابل لو كان مكتوب بس عند موسى ممكن موسى يكون اللي لكن لما الاقي قصته موجوده في كل حته بما فيها بابل وموسى عمره ما راح بابل ولا شاف البابليين ده كل قصته حياته كلها في مصر والفراعنه وسينا وبالمناسبه الفراعنه ما كتبوش عن موضوع برج بابل ده يعني هو ما خدهاش حتى من الفراعنه يبقى هي قصه حقيقيه كانت موجوده والشعوب عارفاها وبتحكيها هقول لكم بامثله اكثر تحديدا مثلا قصه الخلق ادم وحواء وفي شجره في وسطهم والحيه حواليها وبتغريهم هما الاثنين ياكلوا من ثمره معينه القصه دي موجوده عند البابليين وهتلاقوا حاجه اسمها عمود بابل او العمود البابلي في المتحف البريطاني بيرجع تاريخه ل 2500 سنه قبل الميلاد وبيحكي قصه راجل وست هما بدايه الخليقه وازاي الشيطان الحيه خدعتهم وخلتهم ياكلوا من الشجره دي قصة موجودة عند بابل وموجودة عند موسى هنا في مصر حكاها من العبرانيين قصة تانية قصة الطوفان الطوفان مكتوب قصته في أكتر من بصوا الرقم 250 ثقافة وحضارة في العالم القديم الكل حكى عن الطوفان كل واحد حكاها بطريقته ولو فتحتوا شفتوا الثقافة الهندية هتلاقوهم رسمين شكل قارب جواه أشخاص هنود الحضارات الأفريقية كاتبين ورسمين على الحيطان وعلى المعابد بتاعتهم سفينة كبيرة وجواها أشخاص زنوك شوية حسب تصورهم بس كانت قصة الطوفان قصة حقيقية ده أغلبيتهم اتفقوا أن هم كانوا ثمان أشخاص وأن المية غطت العالم وأنه خد أنواع الحيوانات جوا السفينة يبقى دي جت منين؟ هو كان في نوح واحد وده حدث حقيقي وبعد ما خلص انتقل للحضارات كلها كل واحد كتبها قصة زي برج بابل، تستغرب انها موجودة في معايير كتيرة وثقافات كتيرة، بل ان واحد زي افلاطون، افلاطون حوالي 500 سنة قبل الميلاد. يكتب كده ويقول كان فيه البشر حاولوا يعلوا ببرج عظيم يوصلوا للسماء، لكن الإله جوبيتر، جوبيتر بالنسبة له يعني، الإله غير لغتهم ومن هنا انتشرت لغات العالم. افلاطون 500 سنة قبل الميلاد. يبقى القصة لما تلاقيها في حضارات مختلفة، يبقى دي قصة كانت ليها اصل حقيقي وانتقلت، صحيح في البعض هيحولها اساطير شويه، هيحط شويه ملح وفلفل، لكن القصه حقيقيه. واحنا لاننا نؤمن بالوحي المقدس فانقى ما كتب بوحي الروح القدس هو الموجود في الكتاب المقدس بتاعنا. يبقى حاجتين لغايه دلوقتي. ما عندناش حل لو امنا ان ربنا بيتواصل مع البشر عن طريق الكلام والايحاء والوحي. ما عندناش حل غير العهد القديم لان ما فيش غيره ما فيش اي حد تاني ادعى ان ده كتاب الله بتاع الزمن القديم ده تاني حاجه هل الله الكلام اللي وصله ده ادى الى وصايا راقيه ساميه جدا وقلت لحضراتكم الكتاب المقدس العهد القديم اللي يقرأ قرايه سطحيه هيركز على الحروب وعلى اللويين والطقوس لكن لو دخلت للعمق هتشوف قد ايه ومش لازم ده انت مجرد بس قراءه هتلاقي على طول سفر الأمثال وسفر المزامير وسفر التسنية وسفر التكوين والقصص والعبر ويوسف الصديق ورعوس المؤبية القصص اللي ترفعك وتوصل لك نفس المفاهيم اللي الله, وصلها في العهد الجديد بس وصلها بطريقة بدائية شوية عشان الناس تحتملها في العهد القديم ثالث حاجة اتكلمنا فيها ان قصص العهد القديم حتى لو بانت معجزية عالية قوي الا ان ليها اثباتات في حضارات مختلفه والطريقه دي كافيه انها تثبت لنا ان دي احداث حدثت بالفعل اخر حاجه اقولها لحضراتكم الكتاب المقدس وتاثيره انا مش هجيب كلمات مثلا للقديس يوحنا ذهبي الفم للقديس غرغوريوس للقديس كيرلس لكن تعالوا نشوف الناس المعروفين في العالم بونابرت مثلا نابليون بونابرت يقال ان هو ما كانش يعدي يوم من غير قرايه الكتاب المقدس وكان يقول للناس هاتوا الكتاب فكانوا يسالوا له انهي كتاب يقول لهم لا يوجد الا كتاب واحد يقصد الكتاب المقدس غاندي على النقيض بقى المسالم جدا غاندي يقول لك الكتاب المقدس هو تاج كل الكتب في العالم والموعظه على الجبل هي ضرة هذا التاج واحد زي جورج واشنطن يقول لا يمكن حكم العالم بدون الكتاب المقدس ابراهام لينكولن يقول لا يمكن تربيه جيل مفيد الا بالكتاب المقدس بل ان رئيس مشهور للصين يعني يعتبر في القرن اللي فات اسمه سان يات سان يقول باتت باتت الصين متقدمه من بعد ما ترجم اليها الكتاب المقدس حتى الصين وهكذا لو ركزنا على معظم الناس اللي نعرفهم وبنحبهم الملكة فيكتوريا تقول لك عظمة انجلترا هي الكتاب المقدس. إذا الكتاب المقدس من يقرأه ويتبنى قضاياه ووصاياه يعلى ويرتفع. تقولي بس احنا واقفين عند حتتين وعايزين نفكر فيهم. حروب العهد القديم والطقوس اللي في العهد القديم. بصراحة يا ابونا أنا لما بقرا الجزء ده الجزء بتاع الحروب أنا بحس إنه غريب عن العهد القديم أو عن لغة الله ولما بقرا يا بونا الجزء بتاع الطقوس وأسماء الناس والحتة دي بحس إن ليه الكتاب يكون فيه حاجات زي كده الحقيقة دي القراءة السطحية لكن فبدون شك الحلقة اللي جاية هنشوف تفسير ليه كلمة الله اللي غرضها تغيير الأشخاص وتغيير الشعوب والرقي بمستواهم الضميري والعقلي والإنساني ومن اجل ان يرثوا ملكوت السماوات يكون في كلام فيه عن حروب وعن طقوس وعن اسماء وانسال يا ترى الموضوع ده مقصود قطعا مقصود لان دي كلمه الله من اللي احنا اتكلمناه اتكلمنا بدون شك ان الكتاب المقدس كلمه الله لكن الاهم هل كلمه الله اللي موجود في بيتك بتفتحه ربنا يسوع المسيح عايز يفتح فمه ويكلمك فانت لما تفتح الكتاب المقدس كده دفتين الكتاب المقدس افتكر فم الله وهو بيتفتح ربنا عايز يكلمك يا ترى بتفتحه وتكلمه انا على يقين إن انت لو هتقرا الكتاب المقدس من منطلق تكلم يا رب فان عبدك سامع انا عايز الكلام ده ياثر فيا عشان اكون افضل عشان انا عايز اعرفك وارضيك انا واثق ان ده هيكون ليك وللافضل وان هيكون في تغيير حقيقي في حياتك خد الموضوع جد خدوا بالتضاع واقرا الكتاب المقدس وانت اول واحد هتبقى مش محتاج حد يثبت لك ومش محتاج تسمع الملكه فيكتوريا قالت ايه لكن انت بنفسك هتقول ما ينفعش يوم يعدي عليا من غير الكتاب المقدس وكده يبقى النهاردة أتكلمنا عن إن الكتاب المقدس كلمة الله وما تنسوش بدون شك الحلقة اللي جاية هنتكلم عن قضيتين أو ثلاثة ليه في أخبار حروب في العهد القديم؟ ليه في طقوس كتير في العهد القديم؟ ليه في أسماء وأنسال كتير في العهد القديم؟